يبقى ده هيديكي واحد وفوق هيديكي ايه اس واي تيجي واي باي اكس في ليل ايه؟ لا تمشي لا لسه يلا معاشر لسه عشان انا كنت شاطر يا لا 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 بعدين انت ما خدتش رياضه انت كده ما خدتش رياضه ما نهايه بس كده مش لطيفه يعني طبيعي نحن نغتب
ترتيب وترتيب صعب. حسب الأحوال المفروض عليها ضرب. هتيجي بسرعة كويسة كده. متحمش قوي يا طويل. ذاكر. لأن الأسئلة مش شايفينها قبل كده. مش انت عايز تفضل حاجه زي كده. في طريقه طبعا تاخد دول اف اوف اكس مثلا وده جي اوف اكس وبعد كده تفضل تخلص يعني تمشي كده. وفي طريقه ثانيه استخدام اللوغاريتم تاخد لوغاريتم الطرفين. هناخد لوغاريتم الطرفين على اساس ايه؟ لين وان يساوي لين اكس زائد 5 كل تربيع في 4 اكس تكعيب زائد اكس زائد 1 في 2 اكس زائد 4 اس 5. وبعدين ايه بقى؟ لوغاريتم حاصل الضرب يساوي مجموع اللوغاريتمات فهيساوي لين اكس زائد 5 كل تربيع زائد لين 4 اكس تكعيب زائد اكس زائد 1 زائد لين 2 اكس زائد 4 اس 5. وبعدين يبقى بقاعده اللوغاريتم الاس ده ينزل تحت يبقى هيساوي 2 لين اكس زائد 5 زائد لين 4 اكس تكعيب زائد اكس زائد 1 زائد 5 لين 2 اكس زائد 4. بعد كده بقى نفاضل بقى دي واي باي دي اكس. هنا في واحد على واي دي واي باي دي اكس. هنفضل الطرفين بالنسبه للاكس. لو كنت بفاضل بالنسبه للواي بس كان بقى واحد على واي. انا بفاضل بالنسبه للاكس. يبقى واحد على واي في دي واي باي دي اكس. مثال الاثنين ده عدد ثابت. في تفاضل واحد على اكس زائد 5. ايوه في تفاضل ما بداخل اللين ان هو واحد زائد واحد على 4 اكس تكعيب زائد اكس زائد 1 في تفاضل ده اللي هو 12 اكس تربيع زائد 1 زائد هنا مش بيساوي زائد اسف زائد 5 على 2 اكس زائد 4 في تفاضل اللي جوه ده اللي هو 2 بس خلاص يبقى كده خلاص كده بس كده بص على الواي باي دي اكس يبقى دي واي باي دي اكس. اضرب بقى الطرفين في واي. واي اللي هو ايه؟ اللي هو ده يبقى اكس زائد 5 كل تربيع هتروح التربيع مع اكس زائد 5 يديك 2 عشان انت عايز واي باي دي اكس هنا في واحد على واي واي باي دي اكس. اضرب المعادله كلها في واي يبقى هتيجي بقى ايه؟ اكس زائد 5 كل تربيع تروح مع اكس زائد 5 يبقى 2 اكس زائد 5 زائد في 4 اكس تكعيب زائد اكس زائد 1 في 2 اكس زائد 4 اس 5 زائد بعد تضرب ده في ده هيروح عندك ايه؟ 12 اكس تربيع زائد 1 مضروبه فين؟
في اكس زائد 5 مربو تربيع في 2x زائد 1 زائد 4 مربو 5 اس 5 زائد الاولاني بقى هيروح مع ايه؟ مع قوة واحدة بس 4 يبقى اس 4 زائد 10 في اكس زائد 5 كل تربيع 4 اكس تكعيب زائد اكس زائد 1 في 2 اكس زائد 4 اس 4 زائد 10 خلاص بقيت زائد احنا هنعمل واضح يا جماعه كده؟ حد مش فاهم؟ دي فايدة اللوغاريتم يعني احنا بنقول ايه؟ لك ده زي كده تسهل لك حوالي التطابق. حد عنده سؤال؟ كفايه كده يا دكتور ده انت خلاص تعمل الطريقه دي نعم تعمل الطريقه دي ايوه تعمل الطريقه دي هنقسم دول دي داله ودي داله فاضلهم فانت فاضل تمام هي كفايه خلاص مفيش اسئله؟ لا خلاص فاهمين انت